الحين يعني شوفت عينكم وقاعد هسه قاعد نشحن يعني حصاد بشكل عام ماشي حاله كويس، ما نقول سيء بس كويس. بس ثاني شيء عندنا هسه مثل صوامعنا مضروبه، صوامع 47، يا ريتهم يشغلونا ليش قاعد ندفع اجار ناخذه من هنا على الحسكه وعلى المناطق الثانيه، يا يعني صوامعنا واقفه نفس الوقت ما بيها يعني لا يعني اجار كله، وبنفس الوقت من وراء الحرائق والشي يعني صار استقلال اهل الحصادات قامت تستقل. يعني احنا نترجى القياده والاداره الذاتيه انها توقف على هالشي وتصلح لنا صوامعنا، يعني تشوف انه تطلع لجنات على الحصادات، يعني تشوف انه السعر، تشوف هالشي يعني ما يصير جاي استقلال، عينك عينك واحنا يعني ساكتين اجباري يعني من وراء الحرائق ومن وراء يعني اكثر. هسه الاداره الذاتيه مسعره على 2500 الدونم، لا الحصاده جات تاخذ 3500 وببعض مناطق 4 زاد يعني جات تاخذ، ومن دون لا تبن ولا شيء، سفير يعني بس ماشيه الدور، عباره بس الدور وصلت قد فرقت حبه ومشت. هذا الضيف لجنه زراعه الشدادي، بالنسبه لعمليه تسويق المحاصيل الزراعيه تتم على قدم وساق. احنا عندنا تسهيلات للفلاح من ناحيه قطع المناشئ، من ناحيه تسهيل اموره على الطريق، يصل الفلاح ياخذ ورقه المنشا من عندنا يشحن، بالنسبه للقمح دقمه او مشول او اكياس، بالشعير حصر الاكياس الخيش، مركزين عندنا بالحسكه، مركز ويران يستلم القمح، مركز المحلجه يستلم محصول الشعير. طبعا في صعوبات واجهت المزارعين بالمنطقة الجنوبية جنوب الحسكة، كون المسافة بعيدة، واحنا طالبنا انه يفتحوا مركز صوامع 47 كونه متوسط من المنطقة، متوسط من المنطقة وفي امكانيات من ناحية المساحة للتخزين واستيعاب المحصول كامل. انا مزارع جمعة طلب الغاني من سكان سوادية، اتعاين من إجارة السيارات بالتأخير، الصرف هجرة السيارة جاني الدوبل على المزارعين، وثانيا أهل الحصادات ما يلتزمون بالتسعيرة.